إذا الله تبارك وتعالى شيقول موسى بن عمران عليه السلام يقول حديث القدسي خاطبه الله قال له يا ابن عمران هب لي من قلبك الخشوع ومن عينك الدموع ثم ادعني في ظلم الليالي تجدني قريبا أجيب دعوة الداعي إذا دعاني إن لي عبادا أحبهم ويحبوني وأناجيهم ويناجوني فإذا جن الليل افترشوا لي أكفهم وجباههم وناجوني بكلامي بين متأوه وباكي ومتضرع وشاكي أولئك أقل ما أعطيهم ثلاث قال ما هي قال أقبل عليهم بوجهي أفترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما أريد أن أعطيه نعم الله هذه النعمة التي لا يضاهيها نعمة هذا الفوز الذي لا يضاهيه فوز هذا رضوان من الله أكبر فقد فاز تقول الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هاي تحتاج برهنة أن الدنيا متاع غرور فعلا متاع غرور شوف الإنسان شوية إذا حصل بها على منزلة أو حصل بها على أموال أخذ بالغرور انغرب يعني ما وكل واحد عنده آنية تتحمل وحبك أكو بعض الناس آنيته أصلا ما تتحمل الشيء البسيط يختل توازنه تصرفه يختل أصلا ما تلقى بعد عنده في سلوك عقلائي الدنيا كلها متاع الغرور يعني انت تشوفها قاعد يمك وبعد لحظات ولا ما هو غرور خيال خيال وحدك تملك شيء وما تدري أنها اللي تملكه يبقى أو ما يبقى غرور خيال يعني يدخل إلى يدك صبحا ويخرج من يدك وهكذا وهكذا تبقى الدنيا بجميع ما فيها ما حشد بها من نعم وما حشد بها من لذات كل كياناتها كل أبعادها هي متاع